وللحديث عن استهداف الصحفيين والناشطين في سوريا واستمرار تراجع حرية التعبير في البلاد مع الأزمة الاقتصادية الحاصلة هناك ورهن البلاد للخارج، ينضم معنا من برلين سمير مطر رئيس رابطة الصحفيين السوريين. أهلا بك معنا سيد سمير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، ألف تحية. مساء الأنوار، أهلا بك سيد سمير. يعني من خلال موقعكم في رئاسة رابطة الصحفيين السوريين، كيف تقيمون حالة حرية التعبير في سوريا؟ للأسف حرية التعبير في سوريا هي معدومة بشكل شبه كامل. هذا ليس جديدا على النظام السوري الذي حارب وبقوة دائما كل صوت معارض له، وهذا الشيء طبعا تكرس منذ استلام حزب البعث للسلطة في سوريا عام 1963، وازداد شدة بعد انقلاب حافظ أسد واستلامه السلطة 1970. ملاحقة الصحفيين واستهدافهم مثل ما سمعنا قبل قليل، هذا الشيء هو عبارة عن سياسة ممنهجة لدى النظام السوري، ولا يفرق النظام السوري بهذا الخصوص إثنيا أو طائفيا من يعارضه. كل معارض له هو مجرم بالنسبة له، هو إرهابي، هكذا يصف النظام السوري الأصوات المعارضة له المدنية. طبعا زملائنا الصحفيين الموجودين الذين رافقوا الثورة السورية منذ انطلاقتها 2011 كانوا مستهدفين منذ البداية. يعني أنا أقول بكل صراحة أنحني إجلالا لهم، لأنهم ضحوا، قسم كبير منهم ضحوا فعلا بحياتهم لنقل الصورة، لنقل الخبر الحقيقي وصورة الواقع التي كانت موجودة بال 2011 وحتى على مدار الثورة ضد النظام السوري. للأسف موقع سوريا على قائمة الدول التي تنتهك حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الرأي في المراكز الأخيرة حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، وللأسف الوضع يزداد تدهورا كما ذكرتم. طيب قبل قليل احدى المذيعات في والمحسوبه على النظام السوري لم يستثنيها النظام وزجها منذ اكثر من اسابيع في سجونه لانها انتقدت الفساد المستشري في البلاد، فكيف لو تكلمنا او هي تكلمت عن الضحايا بمئات الآلاف جراء السياسة الأمنية القاتلة لأبناء الشعب. طيب بما أنك ذكرت موضوع اعتقال المؤيدين للنظام خاصة في هذه الفترة، هل يعكس هذا شيئا ما خوف النظام يعني من الحاضنة الشعبية التي التابعة له، التي لربما بدأت تتململ، والإعلاميين التابعين له الذين لربما بدأوا يتجرون من الأوضاع الاقتصادية في البلاد؟ طبعا هذا هو الواقع. للأسف كان هناك شريحة من الشعب السوري، وبسبب أنا أقول السياسة التعتيم، سياسة التضليل التي كان يمارسها ولا يزال النظام السوري عبر وسائله الإعلامية على الأوضاع الحقيقية في البلاد، هذا الشيء هو الذي أدى للأسف إلى استقطاب بعض الشرائح السورية نحوه وسكتوا عن جرائمه. ولكن الآن للأسف، أقول للأسف، بعد 10 سنوات بدأ البعض يلاحظ أن النظام السوري لن يحمي أحدا سوى نفسه. هذا الشيء جعل بعض الموالين كما ذكرت أن ينتقدوا سياسة النظام. كان بودي لو الزملاء الصحفيين، وهذا مطلب حقيقي نحن في مهنتنا
الصعبة والخطرة أن يذكروا كل الجرائم منذ البداية، ولكن لم يحدث هذا الشيء عند الجميع، حدث عند البعض. وهو كما قلت قبل قليل، أنا أيضا النظام لا يستثني موالي أو معارض، كل من ينتقده يعتبره مجرما، وهذه هي السياسة، هي سياسة ممنهجة منذ عشرات السنين، أي النظام قائم على ثقافة استبداد منتشرة. فنحن لا نستغرب من نظام مستبد أن يقمع أي صوت معارض له أو أي صوت ينتقده. طبعا النظام خائف لأن الأوضاع لم تعد محتملة بتاتا، حتى كما ذكرت أنت للحاضنة الشعبية له، لأنه بدأ يفقد السيطرة على البلاد، الأمن لم يعد حتى في الأماكن الأكثر تأييدا له غير مستتبة، هناك احتقار لكرامة الإنسان في كل مكان في سوريا. نعم. طيب سيد سمير، موالين ومعارضين بشكل عام. سيد سمير، يعني نتحدث هنا عن المناطق التابعة لسيطرة النظام، ماذا عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية؟ إلى أي مدى لا تزال رهينة لممارسات سلطات الأمر الواقع هناك؟ للأسف هذا واقع أيضا، وحدثت فعلا، ذكرتم أيضا في التقرير أن صحفيين يستهدفون في المناطق التابعة لفصائل معارضة. هذا الشيء نحن ندينه وبقوة، لأن الصحفي فعلا يضحي بالكثير من أجل نقل الحقيقة، نقل الواقع، انتقاد الممارسات الاستبدادية حتى ولو كانت خارج نطاق النظام، لأنه هذه هي مهنتنا ومهمتنا. للأسف الأوضاع هناك أيضا بما يخص الصحفيين سيئة. يبدو أن الموروث البعثي الذي دمر الإنسان السوري، دمر الحس الوطني في الإنسان السوري، لا يزال موجود عند فصائل معينة التي لم تعتاد على تقبل الرأي الآخر، على تقبل الانتقاد حتى ولو لم تكن مقصودة شخصيا، وإنما هو نوع من الاهتزاز لسياستها التي هناك تمارسها في المناطق التي خارج سيطرة النظام. نعم. هذا يؤدي إلى الاستهتار بحياة المدنيين والصحفيين على حد سواء. شكرا جزيلا لك سمير مطر، رئيس رابطة الصحفيين السوريين، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.